الجيش العراقي بدأ في إعادة بناء نفسه بعدما أوشك على الانهيار الكامل الصيف الماضي. هذا ما أكده وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في خطاب نقله التلفزيون الحكومي يوم الثلاثاء بمناسبة احتفال العراق بالذكرى 94 لإنشاء الجيش العراقي الحديث، والذي أكد خلاله إجراء تغييرات تشمل كل فئات الجيش العراقي. بدءا من قمة الجيش وقيادته واستبدالها بعناصر وقيادات وطنية مهنية كفوءة لم يلطخها الفساد ولا تنقصها الشجاعة، وهي مرحلة أولى ستتلوها مراحل أخرى نزولا إلى أدنى هرم الجيش. وتعهد العبيدي أيضا في خطابه بأن تستعيد القوات العراقية الأراضي التي فقدتها في محافظتي صلاح الدين ونينوى. كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أقل عشرات من قادة الجيش وطلب من وزير الدفاع التحقيق في مزاعم فساد داخل الجيش بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق كبيرة انتزعها من قوات الأمن العراقية الصيف الماضي. ومنذ ذلك الحين أمكن طرد المقاتلين المتشددين من عدة مناطق حول العاصمة بغداد وقرب حدود إيران. ولعبت الميليشيات الشيعية وقوات البشمركة الكردية والغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة لعبت دورا في صد قوات الدولة الإسلامية، لكن دور الجيش العراقي ضروري في استعادة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم والاحتفاظ بها. واعتبر الفساد المستشري من الأسباب التي قادت إلى فشل الجيش العراقي في صد هجمات الدولة الإسلامية في المعارك، وكانت وحدات كثيرة تفتقر إلى الأسلحة أو الجنود الذين تشير السجلات إلى وجودهم، لكنهم لم يكن لهم وجود فعلي في ساحة القتال. ويقدر حاليا عدد من مسؤولي الأمن العراقيين عدد القوات العسكرية العاملة ما بين 7 و9 فرق، مشيرين إلى أنه حتى هذه الفرق لا تعمل كلها بقوتها الكاملة. خالد حسين، رايترز. طائرات القوة الجوية البطلة.